انا عايزاك تشرح لنا اكتر على موضوع النادي الاهلي، هو النادي الاوحد عالميا كمان في النقطه اللي كنت بتكلم فيها، عايزه مزيد من التفاصيل يا احمد مزيد من برضه. التفاصيل. النادي الاهلي بيشارك بفرقه الجماعيه، لو اتكلمنا عن برشلونه بيشارك في كره القدم وفي كره اليد وفي كره السله، ما بيشاركش في كره الطايره. النادي الاهلي بيشارك في 4 فرق، كره قدم وكره يد وكره سله وكره طايره، كان شارك قبل كده 3 مرات. تمام. ريال مدريد بيشارك كره القدم وكره السله، ما عندوش يد ولا طايره. لو رحنا للنادي المنافس فهو بيشارك كره يد وكره سله وكره طايره، لكن ما بيشاركش كره قدم. يعني انت 4 او ده الاكبر عددا في العالم. فالنادي الاهلي النادي الوحيد في العالم اللي فرقه الجماعيه بتشارك في بطولات العالم لكاس للانديه. مرجعيه ده ايه في رايك؟ يعني ايه اللي مدي للاهلي الدرجه دي من التفرد؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا اللي انا اتكلمت عنه، التخطيط الناجح والطفره الكبيره والدعم اللي شفناه من مجلس اداره النادي الاهلي لكل الالعاب سواء كره القدم او الالعاب الجماعيه، هو ده اساس النجاح. الروح اللي موجوده او روح التيشيرت الاحمر او الفانيله الحمراء، هو ده الروح اللي موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو قدره ان هو بيكون دايما موجود على منصات التتويج، النادي الاهلي قدره ان هو ما بيلعبش غير على الفوز، ما بيلعبش غير على المركز الاول، النادي الاهلي ما بيخشش اي بطوله الا ان هو عايز ياخد البطوله دي. وسر كمان نجاح النادي الاهلي ان هو بعد ما بيخلص البطوله ممكن بيحتفل للحظات، وبعد كده بيفكر البطوله اللي بعدها. دي يعني المسؤوليه اللي عند اللعيبه في كل الرياضات بصراحه، اللي اول ما بينضم او اسم اي لاعب في اي رياضه إن كانت بتنضم او بيتكتب مع النادي الاهلي، هو بيبقى عنده هذه المسؤوليه والصوره اللي انت بتتكلم اكيد عنها. لان اي لاعب بينضم للنادي الاهلي هو بيبقى عارف ان هو جاي نادي ما بيهزرش وما بيحبش غير الفوز وما بيحبش غير البطولات، بيبقى بالنسبه له عارف ان النادي الاهلي اضافه كبيره ليه. صحيح. فهو داخل على حاجه كبيره جدا، فهو ما قدموش غير ان هو يفوز، لان جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش غير بالفوز. صحيح.